السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا تحدي اليوم 12 من تحديات هدايا 14 يوم من فورتنايت. بشرح لكم التحدي وكيف تخلصوا، بحط لكم جائزة التحدي المجانية في آخر المقطع. بس قبل كل هذا لا تنسوا الاشتراك لاني انشر التحديات كل يوم بشكل مستمر. والتحدي رقم 12، قم بتكسير 12 من تماثيل الجليد. تحدي كثير سهل صراحة، لأن ما قالك في أكثر من مدينة أو أي شيء من هالكلام أو في أكثر من جيم. طلب منك تدمر تماثيل الجليد واللي بتلاقوها في الخريطة على هذه الأماكن بالضبط. ومن أفضل الأماكن اللي تروحوا لها هي بليزنت بارك، لأنكم هنا راح تلاقوا 6 تماثيل جليدية، كسروها وبعدها انتحروا أو خلصوا الجيم. وعندنا كمان تلتد مكان حلو ممكن تروحوا لأنه في أكثر من 12 تمثال جليدي موزع على أعمدة الإنارة، راح تقدروا تخلصوا التحدي في جيم واحد تقريبا لو قدرتوا. أو أفضل مكان لاكي لاندينج، غالبا ما حد راح يزعجك هنا وفي كمية حلوة من التماثيل الجليدية، كسرها لما نجمع 12 بالمجموع في جيم واحد او في اكثر من جيم. ومبروك عليك التحدي. هذا التحدي اليوم سهل كثير، لا تنسوا اللايك على المقطع والجائزة راح تطلع لكم بعد 3 2 1. وهذه هي الجائزة، استيكر او ايموت او حركة على شكل الثلج، شيء مقبول صراحة بالنسبة للتحدي سهل. اضغطوا على زر السبسكرايب عشان ما اعرف ليش بس اضغطوا. ومع السلامة.